اليوم نفسه وقبل حوالي الأسبوعين أعلن عن حالتهما الصحية، وفي اليوم نفسه أيضاً أعلن عن خروجهما من المستشفى هذا لندن كلينيك. الملك تشارلز خرج من المستشفى الاثنين بعد تمديد بقائه ليوم ثالث، كما خرجت أميرة ويلز وزوجة ولي العهد كيت ميدلتون بعد قضائها حوالي الأسبوعين. ظهور الملك الذي التقطته كاميرا العربية وهو يغادر المستشفى بصحة جيدة وملوحاً للمنتظرين بث الطمأنينة مجدداً بشأن وضعه بعدما زادت التكهنات بشأن صحة الملك البالغ من العمر 75 عاماً. وبعد إعلان القصر أنه سيغيب عن الأنشطة العامة لمدة شهر، إذ أجرى الملك تشارلز الجمعة الماضية عملية جراحية بسبب تضخم حميد في البروستات كان يفترض أن تبقيه في المستشفى لمدة يومين، لكن القلق بشأن صحة أميرة ويلز كيت ميدلتون رغم خروجها من المستشفى لم يتبدد، إذ لم توزع لها أي صورة أثناء خروجها، ولا تزال أيضاً التكهنات تدور حول صحة أميرة ويلز التي لم يتم الكشف عن طبيعة عمليتها الجراحية حتى الآن، غير أنها ستحتاج إلى أشهر من التعافي.